العراق الخامس عالمياً في احتياطات النفط والأرخص استخراجاً والأكثر ربحاً. ففي باطن الأرض العراقية توجد احتياطات نفطية بلغت 145 مليار برميل نفط. هذا بطبيعة الحال قد يفسر خروج النفط أحياناً إلى السطح بشكل طبيعي دون تدخل لاستخراجه. لا، بل قد يصل النفط الخام أحياناً إلى منزلك عبر صنابير مياه الإسالة، إذ تفاجأ مواطن عراقي كان يريد أن يسحب الماء بواسطة مضخة ماء، ولكنه صدم بخروج النفط الخام الأسود من حنفية الماء بأحد المنازل بمنطقة الحسينية ببغداد. النفط وصل إلى المنزل بدلاً من الماء، وعلق صاحب المنزل ساخراً بأنه يعتزم تصدير النفط من منزله والاستفادة من هذا الخير الذي وصله إلى داره دون عناء. هذا نفط مال إسالة. زين، جرانا خط ثالث بالعراق هذا أو ثاني، خط مال مي وخط مال إسالة مال نفط. إن شاء الله إن شاء الله العراقيين عمي راح نطق، والله راح نطق. زين، هذا ماطور مال مي، هذا بوري مال إسالة مربوط على الأبي، وهذا نفط ده يطلع. وصار ليش قد يصب هاي المنطقة كلها؟ زين، هسه تجيك الحكومة تقول لك هذا تهريب، شو الله يسهل، هذا نفط ده يطلع وكلش قوي طبعا. لا هسه قوي، هسه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بركات الله عز وجل. لكن بركات الله شنو؟ ما تقول لي نفط يابا، هذا نفط، نفط خام طبعا. طبعا هو المي مو خويج، هذا أبي، هذا الأبي ده يطلع من عنده، والأبي مكسور ومربوط عليه هذا طبعا، كمية مو طبيعية. ما شغله عجيبه يعني، ما تنعقل. لا ابدا مو معقول الموضوع، بس هو معناها هو موجود نفط وده يطلع والابي مكسور وهذا اللي يسحب من عنده. زين، نفط خام، هذا نفط خام. الامر بدا غريبا جدا بالنسبه للشاب الذي تفاجأ بالنفط الاسود الخام بدلا من الماء، ونحن ايضا تفاجأنا وتساءل ما إذا كانت هناك مشكلة أساسية جعلت المضخة تسحب النفط بدلاً من الماء. طبعاً الموضوع لم ينتهي هناك فقط، إذ استمر النفط الأسود الخام بالتدفق من حنفية المنزل حتى اليوم التالي أيضاً دون توقف. فماذا يجري يا ترى؟ وأين الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة؟ وما الذي حصل فعلاً؟ يا بيت تحياتنا، السلام عليكم. والله يا خالد ارفع 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 هذه. طبعا هذا نفط، صور البوري مالي سالي، صور البوري مالي سالي. زين، وهذا نفط ده يجي من الويلي سالي. زين، طبعا هذا اليوم الثاني على التوالي. انا البارحه نشرت فيديو، زين البارحه نشرت فيديو على هذا الموضوع، وهذا الفيديو الثاني. صور 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 هذه، هذا ده يجي ويلي سالي نفط خام. طبعا هذا ثاني يوم، البارحه قلنا خلي يجوز هذا فشي احنا مشتبهين، لكن هاي المره الثانيه نفس الوضعيه وبعد اقوى. زين، فما نعرف شنو الموضوع، هل هذه عين مال نفط مرتبطه ويا الابي المكسور او كذا؟ هي على الاغلب انه عين مال نفط مرتبطه ويا ابي مكسور وده يجي ويانا بالاساله. هذا ثاني يوم هذه الوضعيه مستمره لحد الان، بس تشوفوه قوي ما منقطع طبعا. وهاي تارس الشارع وتارس الواي الجيليكانات انترسه، وان شاء الله راح نصدر احنا منه. خروج النفط من حنفية الماء أو هذه الحادثة تكررت في عدة مناطق. ففي كركوك مثلا أيضا تفاجأ الأهالي هناك بخروج النفط الأبيض بدلا من مياه الإسالة من حنفيات المنزل، تحديدا في منطقة رحيماو على ما أظن. قد يكون سبب ذلك نضوح النفط واختلاطه بالمياه، وبالتالي وصوله إلى المنازل عن طريق مضخات السحب. أما التعليقات وردود الأفعال كانت كالتالي حول وصول النفط الخام الأسود إلى داخل المنازل بشكل غير تقليدي وجديد. التعليقات ستظهر على الشاشة، ونبدأ التعليق الأول مع مخلد حسين الذي قال في تعليقه: شوف الخير اللي بالعراق والشعب باقي بالضيم، هاي لو بأمريكا يصير ملكه ويقدر يبيعه ويستغني به، بس هسه يجون المسؤولين ويصادرون البيت وفلس ما ينطون، أو ينطوا تعويض قليل وسلم لي على الفيديو خلي فيدك.
تعليق آخر من عبد الله، يقول عبد الله في تعليقه: إذا صج نفط لا تترك لهم بيتك إلا إذا طلبت فيه مبالغ مالية كبيرة، أنت بيتك وجيرانك هم كلهم بعد لا تعطون للحكومة مكانكم، باردا بردا مبلغ ومالي علشان تشتري لك بيت وسيارة وغيرها وغيرها وتستغني من وراهم، وإلا لا تطلع مدام تحتك الأرض فيها خير، أطلب المستحيل. إحنا بالكويت شذي نسوي؟ تعليق من آهات، تقول في تعليقها آهات دبي: اترس وبيع مثل الجماعة اللي ياخذون ويبيعون والدولارات بجيوبهم، حقك من أرضك وتحت بيتك، والله حرامات هذا يروح بجيب المسؤولين، الحرمنا هذا حق الشعب وناسنا ميتة من الجوع، هسه استغله لمدة سنة واشتري مي مقطر للاستخدام المنزلي، وبعد سنة اشتري جوازات أوروبية وخذ العائلة واطلع. تعليق آخر ومداخلة من نبيل كاظم: حبيبي هذه محاولة تهريب كالعادة وبطريقة ما صارت بأنابيب المياه، للأسف ماكو رجل يقود الدولة، بس هاي شنو هاي الصندة وهذا النفط شلون يجي منها؟ تعليق آخر ومداخلة من ميراج: وأنا من الصبح لليل أدور لي على 5 لترات نفط ماكو أشغل الصوبة بيهن، هسه خلي برميل صخام، ليش هذا هيج حرامات يروح ويتبدى؟ مو هذا رزق وخير جاك؟ شكو عايفة يتبدى هيج وتضحك وتصور شوية مسؤولية؟ حسوا يا معودين